أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم، نتوقف فيها عند خطاب الرقمنة الرسمي في الجزائر وحقيقة الواقع والجدل حول صعوبات الوصول لموقع سكنات عدل برنامج عدل للتسجيل فيه. أثار موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية أطلقتها وكالة عدل التابعة لوزارة السكن الجزائرية لبيع السكنات المدعمة ضمن البرنامج المعروف باسم عدل في شطره الثالث، أثار الجدل وتحول إلى الموضوع الأكثر تداولا وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وأخرى ساخرة، خاصة من الخطاب الرسمي الذي لا يتوقف عن الحديث عن الرقمنة وإنجازاتها في البلاد. واشتكى الراغبون في التسجيل في صيغة سكنات عدل ثلاثة من صعوبات في الوصول للموقع المعد لذلك منذ إطلاقه مساء يوم الجمعة الماضي بمناسبة 5 جويلية ذكرى عيد الاستقلال. وبررت وكالة عدل في بيان لها ذلك بالعدد الكبير للمتصفحين الراغبين في التسجيل، كما زعمت أنه تم رصد عشرات محاولات لاختراق الموقع تم التعامل معها بنجاح من طرف الجهات المختصة مع تحديد المصدر كما قال بيان عدل. وعادت بعد الحديث عن تسجيل أكثر من 500,000 مكتتب في الموقع الذي ذكرت أنه يشتغل من 8 صباحا إلى 6 مساء بكل مفارقات ذلك كما قال معلقون. ابتداء من 5 جويلية إن شاء الله يبدأ التسجيل، يفتح منصة التسجيل تاع عدل ثلاثة. هذا ما بشر به الرئيس تبون الجزائريين أثناء زيارته لولاية 5 شرقية الجزائر نهاية شهر مايو الماضي. منصة إلكترونية في متناول الجزائريين من أجل الاكتتاب للحصول على سكن في غضون السنوات القليلة المقبلة، وهو ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي أيضا. بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية سيكون لنا موعدا بالإطلاق برنامج عدل 3 في 5 جويلية المقبل. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المفاجأة الكبرى أن الموقع الإلكتروني الذي أريد للجزائريين ولوجه ظل مغلقا. تعددت الروايات لما حدث، فهناك من أرجع ذلك لخلل تقني وعدم تحمل الضغط الكبير من قبل الملايين المكتتبين في وقت واحد. أنا غير بغيت غير نفهم حاجة، على ديروا لنا كاع هذا السيت، على ما ديروش كل ولاية ديطاشي كل ولاية وحدها، على ديروا أن سول سيت في لارجيلي كومبليت، سي كوا سا؟ ماكش باغي تعطونا ما تعطوناش وخلاص، ما ديروش وخلاص، شي هادي شي ما فهمناش والله العظيم ما 9 تعليل حتى الفجر والله ما تفوت لك حاجة. في حين قال أحد الموالين للسلطة إن ما جرى وراءه أيدي تخريبية سعت لاختراق ما اشتغلت عليه وزارة السكن ووكالة عدل لفترة طويلة. غضب وتذمر واسعان عبر ولايات الوطن خلفه الإخفاق في ولوج هذه المنصة، بل هناك من الجزائريين من ظلوا ينتظرون لساعات وساعات في انتظار ضوء أخضر لمباشرة التسجيل، في مقابل من قضى ليله أمام مقاهي الأنترنت من أجل هذه الفرصة، وبالتالي صار ديدن هؤلاء ولو مؤقتا حلما لمنع الاستمارة بدلا من حلم الحصول على السكن في حد ذاته، وهو ما يراود ملايين الجزائريين ضعيفي الدخل والذين تقطعت بهم السبل ولا حظ لهم في سكنات اجتماعية إلا ولوج هذه المنصة للقيام بالاكتتاب الموعود. إذا تم أمس الإعلان عن الموقع الرسمي للتسجيل في عدل 3 و... نعم، عملية التسجيل رايحة تندار بطريقة بسيطة وسهلة جد وسهلة. سهلة جدا العملية في قاموس مسؤولي وكالة عدل، ومن ورائهم مسؤولون في وزارة السكن تواروا عن الأنظار لتفسير ما جرى، وبذلك طرح كثير من المتذمرين تساؤلات عدت مشروعة، ما إذا الجزائر جاهزة للرقمنة أم ليس بعد، وهو ما فتح مواضيع عدة أخرى
وإعادتها للواجهة من جديد، مثل الرقم الأخضر المخصص للجالية وجوازات جديدة للحراقة وتصدير الأنترنت لمالي والنيجر واستغلال الطاقة المتجددة من قبل المؤسسات والهيئات عبر ولايات الوطن. راني في 3 سنين منادي بالرقمنة. الرقمنة تعطيك أرقام حقيقية. أزمة السكن تحاصر ملايين الجزائريين رغم ملايين الإنجازات في هذا المجال. هل هو تسييس للقطاع أم سوء تسيير؟ تساءل أحد المعلقين. ولماذا يبذل كثيرون خارج الجزائر جهدهم عن فرص للتألق والإبداع في حين يتزاحم مواطنون من أجل الحصول على حقوق ضمنها الطابع الاجتماعي للدولة منذ الاستقلال الوطني؟ إذ لا صوت يعلو اليوم في الشارع الجزائري على صوت حلم السكن ولقمة العيش وفرصة العلاج رغم وعود السلطة وقرع مواليها للطبول رئاسيات سبتمبر المقبل. من أجل المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة معنا في النقاش من الجزائر محمد قندوز المكلف بالإعلام في حزب الكرامة من تيارت بالضبط، من مونريال من كندا سعد كرميش الخبير في تقييم المخاطر. نبدأ من الجزائر. سيد محمد قندوز، هل لك تفسير هذا الجدل حول هذه المنصة وهذا الموقع الإلكتروني والصعوبات التي لقاها الجزائريون للوصول إليها؟ طبعا في مقابل الخطاب عدل الآن بالعكس تقول أن الأمور تمشي على ما يرام وأكثر من حتى 700,000 مسجل وأن محاولات اختراق للموقع ونظرية مؤامرة. الجزائريون تابعت أكيد مواقع التواصل الاجتماعي وربما الموضوع الأكثر نقاشا هذه الأيام في الجزائر بين تعليقات الغاضبة وأخرى ساخرة من هكذا مشهد. تحية ليك وهذه المجلس الكريم. بداية نهنئ الشعب الجزائري بعيد استقلال أو الذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب. فعلا حدث هناك يعني لغط صح التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي جراء العطب الذي أصاب موقع عدل من أجل الاكتتاب إلى أو التسجيل إلى اقتناء سكنة عدل. إحنا نشوف في حزب الكرامة والمتتبعين لكل جهود الدولة أو المجهودات المضنية التي تقوم بها السلطات الجزائرية من أجل تلبية رغبات الشعب الجزائري سواء من سكن أو من عمل أو من مصانع أو من طرقات أو من يعني إنجازات عديدة. شفنا كيف حدث هذا السجال اللي وقع من أجل هذا العطب. إحنا نقوله فقط الموضوع له عدة جوانب. كاين هناك جوانب تقنية وكاين جوانب يعني صح التعبير متعلقة بالمعرفة وبكيفية الولوج إلى المواقع. دعني فقط يعني أشير إلى بعض الجوانب التقنية اللي ربما يجهلها غالبية المواطنين. لماذا؟ لأنه يعني عندما تتكلم عن موقع إلكتروني لابد لك وأن تكون على الأقل ملم ببعض مما يعني في هذا الموضوع بالذات. يعني ما يخفاكمش أنه البرمجة العصرية للمواقع يعني تتطلب يعني من المطورين تتطلب يعني لفرون اند لباك اند. يعني هذا الفرون اند يقوم بالتحقيق من المعلومات والمبرجة قبل إرسالها إلى الخادم يعني السيرفر. الباك اند الجهة المخولة تقنيا لتثبيت المعلومات والبيانات في قاعدة البيانات بعد إعادة التشفير. إذا معظم الخوادم السيرفر معظم الخوادم في العالم لا يتحملون العدد يعني المبرمج، وبالتالي يحدث هناك يعني في اليوم أو في الساعة، وإذا ما تجاوز عدد الدخول إلى هذا الموقع يعني سيتوقف يعني آليا. يعني وما شاهده موقع أضيال، تخيل إحنا يعني مؤخرا درنا ندوة تكوينية لإطارات حزب الكرامة حول الأمن السبراني وحول يعني المخاطر المحدقة بالجزائر. إذا تكلمت عن الرقمنة فأكيد أنك تتكلم عن الأمن السبراني،
وبالتالي فهناك حوالي 33 مليون جزائري يستعملوا النت، يعني تقريبا في هذا الإحصاء في حوالي 70-80% من يلجون يوميا وتقريبا في كل ساعة إلى استعمال النت. ولهذا فالضغط الكبير الذي يعني حدث في هذا الموقع جعل يعني أنه يحدث في عطب نظير يعني استعمال المكثف الذي حدث يعني. ورغم هذا أنا نقول لك رغم هذا حدث إنجاز آخر، ولا أظن أنه قد يكون تكرر في دولة ما. ف500 ألف أو 700 ألف تخيلت يعني يتسجل ربما بعد 4 أو 5 محاولات، بمعنى نقدر نحصل جملين أو جملين و500 ألف حالة ناجحة في 24 ساعة. إذا ما قسمناها في الساعة في 24 ساعة الموقع كانوا يشتغل مثل الإدارة، يشتغل من 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، كان واحد يفتح الموقع على 8 ويسكروا أو يقفلوا على 6 يعني. وطبعا هذه أثارت تعليقات كثير من الجزائريين، تعليقات ساخرة. أنت قلت 24 ساعة، تفضل. اسمح لي الأخ جمال، احنا يعني أكيد أنه الموضوع راه يتناول من الناس اللي يعني حبت تسجل وما قدرش تسجل، ويتناول من الناس اللي يعني يسيئها أن يشوفوا الجزائر يعني سائرة في طريق رقمنا في كل قطاعاتها وتقديم خدمات عن بعد بالنت لمواطنيها. في ناس اللي ربما فعلا يعني محتاج سكن وجاته فرصة العمر يقول لك أن يسجل ولم يستطع أن يسجل. فتخيل لنفترض يعني جدلا أن 20 مليون تسجل في ساعة واحدة أو في دقيقة واحدة. فنحن نرى أن هذا الموقع أصيب فعلا بخلل، ونؤكد فرضية محاولات اختراقه، لماذا؟ لأنه عندما تمشي العالم الرقمنة نتأكد أن الأمور ستكون في غاية الخطورة من حيث الاختراقات والإفشال. طيب من أراد اختراق الموقع؟ انت قلت والله الاخ جمال، شوف الاخ جمال، احنا كنا نشوفوا مثلا بعض التفسيرات او نشوفوا لبعض الظواهر، انا نظن بلي الاعداء يعني كثر يعني الجزائر. ويعني كي تشوف مثلا تناقش واحد مثلا ما يعجبوش مشروع دار جديده، ما يعجبوش مشروع بلدنا، ما تعجبوش المنتصف تاع الاسعار في الجزائر، ما يعجبوش منح البطالة، حتى حاجة اللي راه الجزائر تقوم بها من أجل تطوير الملاحق. يعني هؤلاء متآمرين. اسمح لي كمل. هذا الناس اللي ما يشعروا كل هذه الإنجازات اللي نشوفوها بعيننا، تأكد أن عطب الذي يحدث في كل العالم يحدث عطب معين. فتخيل بماذا يعني ستكون ردة الفعل، أو بماذا يحول هذا المشكل الذي جعل منه يعني كأنه كارثة، رغم أن وكالة العدل ذات بيان. طيب نسمع بالمناسبة، نسمع بيان عدل، نتابع بيان عدل كما جاء في تلفزيون الجزائر، نتابع. في قطاع السكن فتحت اليوم منصة تسجيل في برنامج عدل 3 لليوم الثاني من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء. وحسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة، فقد بلغ عدد المسجلين 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم. هذا وتعلم وزارة السكن كافة المواطنين أن عملية التسجيل ستستمر في منصة التسجيل الرقمية لبرنامج عدل 3 يوم غد الأحد 7 جويلية الجاري، ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء. وستستمر هذه العملية يوميا حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل. كما تعلم جميع المواطنين أن كل من تلقى الرسالة الصوتية المتعلقة بالتسجيل في برنامج عدل 3 يعد مسجلا بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة.
إذا كان هذا بيان عدل في التلفزيون الجزائري سعد كرميش، ما رأيك؟ ما رأيك؟ استمعت إلى هذا البيان وسمعت إلى ما قاله السيد محمد كندوز، فيه طلب كبير على هذا الموقع والدخول الموقع، ومن المنطقي يقول السيد كندوز أنه يحصل هذا العطل في الموقع، وأن هناك أيضا أطراف حاقدة غيارة من الجزائر لا تريد أن ترى هذه هكذا إنجازات تراها العين. السلام عليكم أستاذ جمال، تحية لي، تحية الطاقم المغاربية، تحية لمشاهدي القناة. فك الله أسر مساجين الرأي في سجون الطغمة العسكرية التي أفلست البلاد والعباد. أستاذ جمال، يعني ما لازمش احنا النظام يجرنا الى نقاش امر هامشي، وهو امر تاع موقع عملته وزارة او وكالة تاع سكن. القضية يعني الامر فيه شقين، كاين الشق يعني الشكلي والشك والمضمون. من ناحية الشكل يعني هذا يبين أنه هذه العصابة التي تحكم البلد غير قادرة حتى على إسكان الناس في المواقع الافتراضية، فما بالك أنها تسكنهم في المواقع الحقيقية. وهذا يبدل على التخلف الذي كنا دائما نتحدث عنه وعن عدم وجود بنية تحتية في الدولة الجزائرية. من ناحية المضمون، ما لازمش إحنا ننساو قضية السكن ومشكل السكن ونناقش مشكل موقع على الانترنت. باش خلينا نقولوا الامور اللي تهم الشعب الجزائري واللي لازم يعرفها ونصارحوا بها الشعب الجزائري واللي راهي تخفي فيها هذه العصابه على الشعب الجزائري. اذا جئنا راهم يفتخروا، قال لك 500,000 واحد سجلوا في نهار. يعني اذا جئنا من ناحيه المضمون، لنفرض ان فقط 1,000,000 يريد سكن عدل، مع أن سكنات عدل هي أصلا موجهة إلى الطبقة المتوسطة. إذن يعني الناس اللي هما ما تطابقش عليهم المعايير والشروط، هذو تنطبق عليهم شروط السكن الاجتماعي. إذا فقط هزينا 1,000,000 طالب للسكنات عدل وزدنا لها فقط 1,000,000 مواطن يحتاج سكن السوسيال يعني الاجتماعي اللي ما عندوش حق التسجيل في هذا البرنامج، معناه نجد أنفسنا أمام أقل شيء أقل شيء أقل شيء عجز تاع 2,000,000 مسكن في الجزائر. تعرف الأستاذ جمال باش يعرف الشعب الجزائري، 2 ملايين سكن في الجزائر، كاين حوالي 7 ملايين أسرة، معناه 2 ملايين سكن هي معناه تمثل 28% من عدد السكنات الموجودة. إذا هذه 2 ملايين سكن لو نجيو نحسبوها تكاليف الإنجاز ونحسبوا كذلك الطاقة اللي راح تستهلكها هذه 2 ملايين سكن ونحسبوا كذلك الماء، لأن الجزائر تعيش مشكلة الماء، ونشوفوا هل هذه الحكومة نتاع النظام هذا هل ستكون قادرة على هذا الأمر أو غير قادرة. نروحوا بشوية، 2 ملايين سكن تكلف الخزينة العمومية ما يقارب 20 مليار دولار. إذا افترضنا أنه 1,000,000 سكن يسلكوها الناس من جيوبهم تاع عدل، تبقى 10 مليار دولار للسكن الاجتماعي. هذه منين تجيبها الخزينة العمومية؟ هم فقط الآن يطبعون الأموال. نزيد نجيو، إذا افرضنا أنهم استطاعوا أن ينجزوا 2 مليون سكن، هذه رايحة تستهلك تزيد في استهلاك الطاقة 28%. يعني إذا كانت الجزائر اليوم عندها 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستهلك حوالي 60 مليار دولار، سنجد أنفسنا بعد 2 ملايين سكن الاستهلاك الداخلي سيرتفع إلى حوالي 80 مليار متر مكعب، والجزائر لو سوف لن تكون قادرة على تصدير إلا 10 أو 10 مليار متر مكعب. ويعني لك أن تتخيل المعادلة. نزيدوا للأمر الثاني، توفير المياه 2 مليون سكن، يعني 2 مليار سكن إذا فقط عدينا 1 متر مكعب للسكن يوميا، راحين نجد أنفسنا 665 مليون متر مكعب
يعني سنويا، معناه راح نجد انفسنا امام تقريب لازم ينتجوا مليار متر مكعب سنويا لتلبيه حاجيات هذه السكن. مليار متر مكعب سنويا هذا النظام غير قادر على 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 يعني توفيرها للسكنات القديمه، فما بالك يوفرها للسكنات اللي يزعم انه سيبنيها جديدا. طيب خلينا نسمع الرد عليك من تبون. بالعكس الجزائر خليك من الفكره، لانه لازم يعرف الشعب الجزائري هذه الحقيقه. وهذه الحقيقه تاع زوج ملايين سكن اللي كنت نتحدث عليها الاستاذ جمال، اذا اضفنا لها عدد الاسر الذي يزداد سنويا، لان الاحصائيات تقول لك فيه ما لا يقل عن 250 الف عقد زواج جديد، يعني 250 ربع مليون اسره سنويا جديده. اذا حطينا ست سنوات سنه 2030 سنجد انفسنا امام يعني حوالي مليون ونصف اخر يعني تاع طلبات سكن. هل هذا النظام قادر على تلبيه توفير الماء والكهرباء والغاز لهذه السكنات؟ هذه في حاله اذا استطاع ان ينجزها. طيب. ولذلك انا اقول للشعب الجزائري لا تنتظروا بناء سكنات من هنا فصاعدا، لان النظام ليس له أموال وهو يكذب على الشعب ويطمع في الأموال، والنظام ليس له القدرة على تجهيز هذه السكنات أو توفير المياه والغاز لها، والنظام كذلك عاجز تماما على تسيير هذه السكنات إذا استطاع أن ينجزها، والنظام كذلك مواد البناء اللي راهي تنتج الآن وكانوا يخدموا بها الآن راهم يصدروا فيها باش يجيبوا بعض العملة الصعبة، ولذلك هم يعني غير مستعدين لإنفاقها. طبعا في المقابل بالعكس نسمع ما يقوله تبون، ما يرد تبون بالعكس أنه هذه المشاريع مستمرة، وحتى 2030 جوجيل يتحدث عن جزائر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. نسمع ما يقوله تبون قبل أيام في 5 جويلية بالمناسبة هو يدشن مشاريع سكن في الجزائر. نتابع جهودات الجزائر يعني بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا. كان واحد في العالم اللي ممكن يزحمنا فيها الأرقام ولا يزحمنا فيها التاريخ، ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. سعد كرميش، هذا ما قاله تبون، ما كانش حتى واحد يزعمنا لا في دول عظمى ولا دول نفطية ولا غيرها. بالعكس برنامج السكن مستمر، وبالعكس المخططات هذا عدل 3، كان عدل 2 وعدل 1، الآن راهو في عدل 3، والجزائريون رغم الصعوبات كان يقول محمد قندوز الآن الأمور يبدو أنها سائرة في الطريق، وتم تسجيل 700 ألف مواطن. لو جات دولة عدالة ودولة قانون تبون هذا راهو في السجن، لأنه إذا حاسبنا تبون الشعب الجزائري حاسب تبون فقط على ملف السكن، يعني تبون موش راح يخرج من السجن حوالي يحكم عليه بألف سنة. 20 مليار دولار خذوها الصينيين في السكنات وكانوا يجيبوا معهم العمال ويخدموا. 20 مليار دولار خذوها الصينيين في السكنات، القطاع اللي كان أشرف عليه تبون سكنات غير لائقة، كتل إسمنتية. يعني احنا انا كنت نحكي لك عن ارقام من ناحية العدد، ما حكيناش من نوعية من ناحية النوعية، لانه من ناحية النوعية من سنة 1962 لحد الان النظام الجزائري لم يبني ولو شقة واحدة وفق المعايير الدولية، هذه من ناحية النوعية. احنا فقط نتكلم من ناحية العدد، واحنا سمعنا حتى يحيى صاحبه واللي كان خداع يعني كان شاف عليه قال لهم انه ملفات احكى على يعني قطاع السكن، وقال انه اكبر الاموال التي نهبت في قطاع السكن، والناس شافوا السكنات اللي سكنوها، واحد طاح به البالكو، واحد قال الحيط تاعو يعني تمسوا بيده كريب، والكوارث اللي في قطاع السكن غير موجوده في اي قطاع. طيب. إذن هذا تبون مفروض قطاع. طيب هذا طبعا حينها قيل بأنه هذا الكلام يقوله يحيى انتقاما من تبون لأنه هو في السجن. ونسمع نستحضر بالمناسبة
تصريح سابق لتبون في هذا الموضوع، في موضوع السكن والعراقيل التي تلقاها. نتاب تعرفوا شخصيا أنا واش عانيت في وقت العصابة، أحكي لكم ماشي نكتة ولكن ستين أنيكدوت حقيقية. أنا ذاك 2015-2016 وفيه شهود من ضمن سيد وزير سكن، كان إطار في وزارة السكن وعلى باله. ما تنساش منين كملوا الاجتماع أقصاها غدوة الصبح أعطيه 40 مليار دينار لأن العمال تاعو ما هم سالكين هذه شهرين. ما نذكرش اسمه لأن اسمه يلوت القاعة. هذا وصلنا قال السيد هذا راه يتفهم والشعب ما الشعب والطبقة إطارات يشهدوا. جمعت إطارات تاع السي زهانة، كان من إطارات تاعنا، جمعت الإطارات لي ديريكتور دو بي جي وكل واحد وما عندناش ورانا الورشات موقفة. قلت لي محبس وعرضت عمدا لا بي اس، قلت لهم انا نقولها لكم صراحة ولا بي اس ينجموا يكتبوا باللي الساكن يا ان سابوتاج من المينيستير دي فينونس اي دو سي بي ار. خرجت في لا ديباش تاع لا بي اس. يا حسرة واش قلت؟ الناس بدات الليلة ما يباتش في دارو، الليلة يطير، الليلة هادي، الليلة هادي. شوفني ربي يبغي يقرر. خمس ايام من بعد يعطونا 70 مليار دينار، 8 ايام من بعد لحقنا الى 140 مليار دينار، يعني 20 مليار فوق الشيء اللي كنا. علاه توصل فيا لهذا؟ هكا كانت تمشي الامور. محمد قندوز ما رايك؟ طبعا هذا ويحيى كان كلام تبون يقصد ويحيى في كلامه، وسمعت ما كان يقوله سعد كرميش، وتبون قال علاش تمسخر بيا. كثير من الجزائريين ربما عندهم نفس الشعور انه تسجيل عمليات عدل، وهذا الكثير من الجزائريين اعتبروا انهم تمسخروا بهم، قالوا لهم الموقع سيتم فتحه، بعضهم بات في الليل امام المواقع امام السيبر كافي، بعض السيبر كافي تقول معلومات انه تم القبض على مواطني جزائري اللي سجلوهم في هذا الموقع. قيل لهم بأنه المسؤول قال لهم بأنه سيتم فتح الموقع بعد الماتش كأس أوروبا. في النهاية معاناة كبيرة وشعور بأنه بعض الجزائريين أنهم تمسخروا به. ما رأيك؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال الأخ جمال، أعطيني شوية وقت فقط حتى نجم نرجع على الاخ، لانه راه يتكلم، انا مانيش عارف واش الدوله راهي تكلم عليها. اذ حصر برامج السكن في برنامجين فقط او في صيغتين اللي هي عدل ويعني والسكن الاجتماعي. شوف الاخ الكريم، احنا من حسن حظ قطاع السكن انه رئيس الدوله هو كان وزير السكن السابق، يعني ومن حسن حظ كذلك ان الشعب الجزائري وسياسة الإسكان في الجزائر هو كان هو السابق، هو كان النقطة السابق يعني. سعد كرمش، سأعود إليك، خلي يكمل فكرة تاعه وأعود إليك. لأن كلامك كله مغالطات، ما تقاطعنيش من فضلك، عندي الحق باش نمثل الشعب الجزائري الحقيقة بأوجهها الأربعة. أعطيت أرقام كما أعطيته أنا أرقام، أعطيت أرقام الشعب الجزائري. أنا أتحدى أعطي الشعب الجزائري أرقام كما أعطيته أنا. من فضلك. خليه سيد سعد، خليه يكمل فكرة تاعه وسأعود إليك وأعطيك فرصة للكلام. تفضل. الأرقام تاعك يعني كلها خطأ، يعني ولا تستجيب لأدنى يعني شرط واحد من الواقع. يعني قلنا أن من حسن حظ الشعب الجزائري أنه رئيس الدولة ورئيس الجمهورية الحالي كان وزير السكن، وربما يا راكم شفتوا التصريح تاعو اللي حتى في وقت العصابة هو عانى الكثير في تسيير قطاعه وفي مساره السياسي عموما. قطاع السكن ما في سيرتين فقط، قطاع السكن كاين لا ديال،
كاين الالبيا كاين البيبي كاين البيال وكاين السوسيال وكاين البناء الريفي. بمعنى هناك حوالي 6 أو 7 سياد لإسكان الجزائريين كلها مدعمة من طرف البنك الإسكان لدائرة الدولة اللي تمت فيه دي دون للشعب الجزائري، خاصة في هذه السياد اللي ذكرناها يعني مورون بوصال. بمعنى نعطيك مثال، أديان سكن الواحد يدير 280 مليون، يعني سكنة تقابلها سكنة أخرى بار إكزومبل في الـ LPL يعني لا بروموسيون اللي بتلقاها مليار ونص دولار عند خواص. ولكن السكن عدد أو LPL السكنات المدعمة من طرف الدولة الثمن، اسمح لي نكمل فقط الأخ جمال، الثمن تاعها زهيد جدا إضافة إلى مساعدة الدولة. يعني شفنا في مناسبة الاستقلال يعني الدولة وزعت 250,000 سكن وزادت فتحت منصة لربما مليون أو مليوني سكن آخرين. هذه في طيب عدد بمناسبة الاستقلال أم بمناسبة الاستقلال أم في سياق الحملة الانتخابية؟ باش ما تروحليش الفكرة فقط، باش ما تروحليش الفكرة، يعني الأفكار هي متسلسلة حتى نتصدى لمغالطات الأخ الكريم. قلنا أن سياق السكن الموجودة في الجزائر أصابت كل الشرائح، بمعنى يعني السكن المدعم يذهب إلى الطبقة المتوسطة، لو ال بي بي السكن هذا يروح للطبقة التي فوق الراتب الشهري 10 ملايين وزيادة، السكن الاجتماعي للطبقات يعني الدنيا الذي لا يصل إلى 24,000 دينار، السكن الريفي كذلك له مواصفات يعني. وبالتالي إحصاء للحظيرة السكنية في الجزائر ولبرامج الدولة المدعمة لمثل هذه السكنات هو يعني لم يحدث في أي دولة أخرى، ولم يعني سواء يعني في الماضي ولا حاليا ولا مستقبلا. طيب نسمع بالمناسبة على ذكر الماضي، نسمع في السياق، نسمع سلال عندما كان وزيرا أولا وتبون وزير للسكن فيديو للتاريخ نتابعه عن نوعية السكنات بالمناسبة. وعود إليك تاع الكراجات هذيك، تطوروا لالجيريا ايفولوي دركم، ماكمش على كوت دي زالجيريان دي زالجيريون، او خليونا خليتونا غير في الترغودة، تعرف شو الترغودة هذيك الحشيشه الرامجه هذيك اللي ناكلوها كي تعود الميزيريه. احنا تطورنا صاحبي، فو با كون قاعد يتثقفوا شويه، لازم جوريست فوندامونتالمون ديسو بريزيدون اللي يعاود يعاود يعاود، وحنا قاعدين خدينا التدابير باش نسهلوا الناس اون ريغولاريز لي جون، ماناش حابسين في البروموسيونيل ومام البروفيسيونيل بريفي نعاونوه، خدينا تدابير مؤخرا في الحكومه باش نزيدو نعاونوه الساكن، ما نحبسوش حتى نصفيو المشكل. ولكن الناس ماهيش طالبه سكنه، طالبه مكان فاش يعيش، فهمتني؟ ما هو الجاجة صاحبي، ان شاء الله احنا ها؟ ان شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. طبعا هذا سلال وخرجاته، ولافت أنه بعدها كان أثير أنه كان في خلاف بينه وبين تبون، نستحضر أيضا هذا الفيديو وتبون يتحدث عن موضوع الخلاف بينه وبين سلال، نتابع. يبدو أن هناك إشكال تقني، سنحاول عودة ربما للفيديو. تحت خلاف شام سلام سي عبد الملك صديق. هكذا كان رد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على الخبر الذي انتشر مؤخرا حول الخلاف الحاصل بينه وبين الوزير الأول عبد الملك سلال. يعني لأن ما في حتى خلاف شعب سلام سي عبد الملك صديق ورفيق الدرب منذ أكثر من 25. طبعا هذا سلال يتحدث عن طبيعة السكنات سيد محمد قندوز، قال لك هذه الناس ما مش دجاج يعني، وانه هذه كراجات مش عن طبيعة السكنات يعني. شوف الأخ جمال حتى نكمل الفكرة في قضية في ملف السكن، قلنا أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في ملف السكن بهذا الحجم، يعني الحجم المساعدات والحجم يعني الاجتماعي اللي خلى كل يعني شرائح المجتمع تستفيد من هذا السكن. ولهذا فقلنا ونزيد نكرر انه حسن حظ الشعب الجزائري انه رئيس الجمهوريه كان وزير سكن
الإطارات الحالية من وزير السكن الحالي وكل الإطارات اللي كان يخدموا مع رئيس الجمهورية كان هذاك عندما كان وزير السكن كلهم يعني مشرفون على قطاع السكن ويعرفوه يعني بمعرفة يعني تقريبا معرفة مليحة. ولهذا نحن نعول على هذه الإطارات ونعول على السياسة الرشدة للدولة الجزائرية في بنية السكن ومحاولاتها يعني الرامية إلى يعني إن صح التعبير إرضاء يعني كل الشعب الجزائري بكل طبقاته وبكل مستوياته من أجل أن يتحصلون على سكن لائق يعني. وخاصة شفنا العدد المهول الذي تم توزيعه يعني نصف ربع. لكن رغم هذا العدد المهول لماذا هذا الطلب الكبير؟ جمال ومع هذا يعني اسمح لي بين قوسين قلت لك كاين بعض الناس اللي كيقول له ما رأيك في غار جديدات يقول لك مش مليح. طيب. ما رأيك في شركة بلدنا يقول لك ماشي مليحة. ما رأيك في ارتفاع الرواتب يقول لك ماشي مليحة. السكك الحديدية ماشي مليحة. قطاع السكن موش مليح. وبالتالي هذا التهريج في إبداء هذا صح التعبير العامة عن كل هذه المشاريع لا نرى له أي يعني دافع منطقي أو دافع عقلاني. والأخ يعني باش نعاود نرجع له راه يقول لك تكلم بلغة الأرقام. أنا نطلب كذلك أن يعطينا أرقام صحيحة ولا يقوم بتغليظ الشعب الجزائري بهذا الشكل، حيث أنه إذا كانت يشوفوا مثلا في ولاية تزوزو في بلدية عزازكا 5000 سكن تقريبا مدينة جديدة عصرية يعني تتوفر على كل متطلبات الحياة. نشوفوا مدينة سيدي عبد الله نفس الشيء. نشوفوا السكنات التي وزعت على كل التراب الوطني أحياء راقية جدا. يعني لماذا نبخس الناس أشياءهم؟ طيب خلينا نعود لساعد كرمش. لا أعتقد اسمح لي أخجل ومحاولة فرض منطق بالأرقام المغلوطة والخاطئة. وأنا نقول الأخ ما عندك ما تدير. الشعب الجزائري راهم عايشين وراهم يشوفوا طيب. في كل إنجاز قطاع السكن وانت قاعد مد الأرقام المغلوطة طيب. في اليوم القيامة. طيب سعد كرميش الكلمة لي. الأرقام تاعي جايبها من لوفيس ناسيونال تاع الاستاتيستيك. هو اللي يقول أنه عدد الأسر يزداد ب 380 ألف سنويا. أنا بنت 280 ألف حوالي. أنا بنت 250 ألف. يعني كنت متواضع جدا. الأرقام هذه انتع نسبة استهلاك الغاز موجودة في المؤسسات الجزائرية. يعني لما تكون عندك تكون رياضي بسيط، لما تكون عندك 7 ملايين أسرة 7 ملايين بيت يستهلك 60 مليار متر مكعب، هذه تقولها وزارة الطاقة مش أنا اللي قلتها. كي تزيد لها 2 ملايين هاي بينا واش راح تستهلك. لما نقول أنا مثلا واش راح يستهلك 2 ملايين سكن واش راح تستهلك مياه، هذا بحساب بسيط. يعني لو حتى تروح تشوف الوزارة المياه تاع الجزائر يقول لك أنه الشعب الجزائري رغم أنه من آخر الشعوب استهلاكا يعني للماء، يعني لو تهز فقط يعني المعدل تاع الأمم المتحدة اللي يقول مثلا 600 متر مكعب سنويا سنويا، أنا قلت يعني هزيت حوالي فقط 120 متر مكعب سنويا، يعني قسمت على 4 أو 5 لأنه الشعب الجزائري لا يستفيد من المياه العذبة مثل الشعوب الأخرى. إذن هذه الأرقام أي واحد يقدر يفيري فيها ويشوف صحيحة ولا ماهيش. أنا نزيد نأكد للناس وكنت قلتها أنه من الآن الوضعية المالية اللي راهي فيها الجزائر ما تسمح لهاش باش تبني سكنات جديدة وباش تجيب سيارات جديدة، لأنه نفس الشيء في قطاع السيارات. لو يزيدوا يستوردوا سيارات والحاضرة تحتاج حوالي 250 ألف سيارة سنويا راح يزداد استهلاك النفط الداخلي، وإذا زادوا بنوا سكنات راح يزيد استهلاك يعني الغاز داخليا. ومن سنة 2030 يعني كيف ولكن أليس هناك برامج سكن وتوزيع سكن؟ يعني كيف هؤلاء هذا المشروع يعني الناس يقول لهم سجلوا ما لن يتم بناء سكنات. سعد كرميش ماذا عن المشاريع اللي كان يتحدث عنها سيد محمد كندوز وتوزيع السكن؟ تبون في 5 جويلية وزع سكنات وفي مناطق أخرى من البلاد. يعني شوف خليني نكمل الفكرة، لأنه منا بهذه الأرقام منا سنة 2030 لو يمشيوا بوتيرة ما يحتاجه الشعب الجزائري من سكنات وسيارات ب
فسوف يكون إنتاج الغاز والنفط فقط للاستهلاك الداخلي، وسوف لن يجدوا عملة صعبة يستردون بها باخرة من القمح. يعني الشعب الجزائري مقبل على سنة 2030 على مشكل إما يختار السكن أو يختار الماء أو يختار الخبز أو يختار السيارة. أما راك تقول هذا التسجيل، هذه كلها لربح الوقت. الجزائر كلها عبارة عن سالداتونت، هما يكذبون على الشعب، يعملوا موقع في الانترنت ويقولوا روح تسجل ويخليوا الناس مهرجة، ومن بعد يمدوا هذاك الأمل الكاذب للناس. أن الإنسان راه مسجل وعنده أمل في السكن، والعام الآخر يقول له زيد سجل، والعام الآخر يقول له زيد سجل. يعني أنت تشوف مثلا الناس اللي عملت هذه في وقت البحبوحة وعملت ملف عادل 15 سنة باش تدات السكن، لما هذاك ناس ماتوا وما خذوش السكن نتاعهم، ومفروض الأديان ماهيش بالمزية لأن الناس تسلك. وثم أنه ناس اللي ما ماتش حتى ولا شيخ وخذ السكنة، لقى عنده 3 أولاد أو في البيت مقبلين على محتاجين للسكن، ولذلك تشوف طيب. عدد المهول اللي مقبل على التسجيل. طيب نسمع بالمناسبة ما قاله وزير العمل وزير السكن بالأحرى، نتابع. يعني لا بلاتفورم تاع الاكتتاب اللي في مرحله معينه يعني تحدينا وقلنا انه لازم تكون رقميا 100% باش نبتعد عن وضع الملف وهذه الامور. يعني مشينا للرقمنه بمهندسين يعني ديزانفورماتيسيان جزائريين شباب، درنا دي بلاتفورم يعني اللي ان شاء الله راح يكونوا ناجحين. حضرنا بما استطعنا يعني من للشيء. طيب هذا الوزير يتحدث طبعا عن البلاتفورم، عن هذه المنصة وعن هذه الرقمنة. ونسمع تبون طبعا الخطاب لازمة ومتلازمة قصة الرقمنة، نتابع. راني في 3 سنين منادي بالرقمنة. الرقمنة تعطيك أرقام حقيقية، الرقمنة ما تكذبش، الكمبيوتر ما يكذبش، ما يزورش، ما يدركش عليك الحقائق، وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل. إلى يومنا هذا ما فيش رقمنة، كبر كلش عاد بالرقمنة، كلش عاد ساهل. ما كانش لي بابيي، ما كانش كنا بلا ما ديبلاسي ولا كلش ديسبونيبل قدامك باغ انترنت. رقمنة القطاع الطبية الوطنية لكل الإجراءات، يعلم أن نحن على مشارف انتهاء من رقمنة كل الإجراءات التربوية والإدارية. هذه رقمنة، يعني خطاب الرقمنة. طبعا الوقت فقط يداهمنا محمد قندوز، قصة الرقمنة كنا نسمع وزير السكن، بينما الواقع شيء آخر. سعد كرميش يقول رغم كلها وعود وسالداتونت فقط انتظر، حتى اللي كانوا في برامج عدل السابقة أخذوا سنوات وبعضهم لم يحصل حتى على هذا السكن. شوف الأخ جمال، بينا هضرنا على الرقمنة، قلنا أنه بما أننا نتحدث دخلنا في الرقمنة لابد لها من أمن سيبران. وما يخفاكمش أن قطاع الرقمنة هو قطاع جد حساس، ويتعرض كذلك لأكبر مشكل يهدد البشرية حاليا. وحنا درنا يعني في وقتك يوم تكويني حول الأمن السيبراني وتأثيره على الخارطة الجيواقتصادية في الجزائر. نحن نعلم أن مجهودات الدولة حثيثة من أجل يعني هذا الموضوع بالذات، وبالتالي قضيه الموقع عدل يعني، ولكن اليس موقع في النهايه موقع عدل؟ موقع عدل اليس موقعا بسيطا مقارنه بدول اخرى يعني تدخل فيها الملايين؟ جزائريون يدخلون مثلا موقع فيسبوك يوميا، لم يحدث شيء، ملايير الناس يتصفحون الانترنت. يعني موقع يدخل فيه مليونين جزائري، 3 ملايين ينهار بهذا الشكل. يعني يا الأخ جمال من فضلك ما تقاطعنيش فقط، تفضل. احنا قلت لك درنا يوم تكويني مع الأخبة والثلة من أساتذة في الإعلام الآلي، ويعني ما سمعناه وما شاهدناه حول الأمن السيبراني وحول الرقمنة وتقريبا ما يحدث يعني في العالم، يعني شيء ما هو لا تاع فيسبوك لا واتساب لا، يعني امور كبيره جدا. ولهذا ف يعني مطلوب من النخبه حاليا يعني
حتى مثلا ما يحدثش الغلط كما حدث على موقع عدل، يعني يكون جات الناس يعني تدري جيدا ما معنى موقع وما معنى قرصنة وما معنى أمس يعني. ولكن أليس هذا سيد بوكدوس لو سمحتني، قد يرى الكثير من الجزائريين أنه كان تعبير فرنسي يقول انسلتي الانتليجنس، يعني انه احيانا تاع الجزائريين كيف الجزائريين ما يعرفوش مواقع كيف تتعامل مواقع ويتصفحوا المواقع ويقال لهم بانه مؤامرات يتم اختراق هذا الموقع. بالمناسبه موقع وزاره السكن تتحدث عن رصد محاولات، عشرات المحاولات لاختراق الموقع تم التعامل معها بنجاح من طرف الجهات المختصه مع تحديد المصدر، وسوف يتم التعامل معها بما ينص عليه القانون. يعني يعرفوا من حاول الاختراق وين، يعني الصورة حسب القانون واضح في الجزائر. يعني إذا كان هذه المؤامرة تستهدف الجزائر واستطاعت أن تخترق هذا الموقع، معناها فشل في هذه الحرب السيبرانية التي يتم الحديث عنها، إذا كان هذا الكلام صحيحا. يعني تفضل يا أخي جمال المفضل، انت لك ما تخلينيش نكمل وتجاوب. يعني اسمح لي تفضل. قلت لك باللي التحدي الحالي هو حماية السيادة الرقمية الجزائرية، بما أننا مشينا للرقمنة فتقابلها حاجة أخرى اللي هي الهجمات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية ومحاولة تعطيل كل مواقع، وهذه يعني واضحة ومعروفة عند الأخبار، معروفة عند كثير من العارفين بشأن الإعلام الآلي. أنا قلت لك أنه لو كانت عندنا إحنا كشعب ثقافة يعني واضحة، لماذا؟ لأنه بعض الأمور التقنية في الإعلام الآلي ما هيش متناولة عند الجميع. وأنا يعني لا أنقص من أي شخص في الشعب الجزائري، أو أنني كما قلت لك أنسب في الانتليجنس. أنا قلت لك الفيسبوك ما هوش كما موقع يعني اللي عنده أرضية وعنده تصميم وعنده حماية وعنده تشفير وعنده، وبالتالي فأن تستعمل منصة فيسبوك يستعملها ولدي نورمال عادي عنده 12 عام يحب فيسبوك، ولكن لا يستطيع أن يلجا أو أن يشفر البيانات التاعو الخاصة ويحميها من القرصنة ويحميها من الاختراقات الخارجية. طيب إذا كانت هناك اختراقات لهذا الموقع، هل هو فشل أم لا؟ إذا كان اختراقات تفضل. هو ليس فشل، وإنما هو جهاز مناعي دفاعي يجب على كثير من أبنائنا وكثير من الشعب الجزائري يصل إلى هذا درجة الوعي ويصل إلى هذا المعرفة. طيب للأسف محمد قدوس لحماية بياناته الشخصية من الاختراقات الخارجية اللي نحن نقر ونعترف أنها يعني تقصد الاقتصاد الجزائري والسياسة الجزائرية عموما. سعد كرمش في دقيقة لو سمحت، والمفروض تجاوزنا الوقت في دقيقة. سيد قندوز يقول هناك يجب الاعتراف أنه هناك طبعا اختراقات ومحاولات استهداف، ويجب هناك وعي بهذا الموضوع. شوف ما يشرح تكون رقمنا في الجزائر، والدليل وأنتم عجبتوا كلام تبون كان يقول الأورديناتور ما يكذبش ويحارب التصوير. تبون نفسه المصور جابوا العسكر، والنظام هذا كل أشغاله وكل أعماله قائمة على التصوير، ولذلك الرقمنة تهدي إلى الشفافية، والشفافية تهدي إلى عدم التصوير، وعدم التصوير معناه ذهاب هذا النظام. طيب. هذا تبون نفسه كان قال أنهم تلقاوا بمساعدات في التسعينات بعشرة مليون دولار من الاتحاد الأوروبي باش يعملوا الرقمنة. وين وصلت هذه الرقمنة؟ هذه من التسعينات حوالي 30 سنة. وهذا السؤال طبعا يبقى مطروحا سعد كرمش. ما فيش رقمنا، لو تروح القانون المالية نتاع سنة 2024 تصيب، وباش نقول السي قندوز يقول لك منين راك تجيب هذا الأرقام، هذا الرقم موجود في قانون المالية تاع سنة 2024 يقول أنهم خصصوا للرقمنا حوالي 130 ألف دولار، يعني وهي صالير تاع انجنيور في الخارج هذه 130 ألف دولار، يعني لو تهز ميزانية هذه اللجنة تاع الانتخابات يعني 100 مرة الميزانية تاعها ما خصص لعملية الرقمنة. هؤلاء يكذبون على الناس ويواصفون الكذب، ومؤخرا خشية من السقوط تحول كذبهم إلى دجل، وسيواصلون هذا الدجل إلى غاية الانهيار التام. سعد كرميش المحلل الخبير في تقييم المخاطر كنت معنا من كندا، محمد قندوس مكلف بالإعلام في حزب الكرامة من تيار. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.